بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد. سنتعلم كيفية إنشاء كروما عبر برنامج لافتر فيكت. سنقوم بإضافة ورقة نقدية فئة الأورو. نضغط هنا على هذا الخيار. كما تلاحظون أول شيء نقوم به وهو اختيار الخلفية الخضراء. لاحظوا جيدا، نختار الخلفية الخضراء. هنا نحدد المشروع. سأقوم بجعل المشروع 6 ثواني. أضغط هنا على أوكي. أقوم باستيراد الصورة. هذه هي الصورة كما تلاحظون. أقوم بنقلها هنا في الأسفل. لاحظوا جيدا. أضغط على هذا الخيار. لاحظوا جيدا عند بدء المشروع. كما لاحظتم الفئة النقدية من يسار الفيديو إلى يمين الفيديو. سأقوم بتكرار العملية. كما تلاحظون الكروما عبارة عن أوراق فئة أورو تظهر في الفيديو. نستطيع هنا بعد استخراج هذا المشروع حذف هذه الخلفية. لاحظوا جيدا، أول شيء نقوم به لتصدير هذا المشروع نضغط هنا على فايل، نذهب إلى هذا الخيار ثم نختار الخيار رقم 2. نذهب إلى الأسفل، نقوم بالضغط على هذا الخيار. أقوم بتحديد مكان حفظ المشروع. أضغط على سيف ثم أضغط هنا على استخراج المشروع. كما استمعتم تم الانتهاء من المشروع. نذهب هنا إلى برنامج المونتاج الخاص بنا. نقوم بالذهاب إلى الفيديو الذي قمنا بإنشائه. نذهب إلى سطح المكتب. هذا هو الفيديو، أقوم بتحديده. أضغط هنا على أوبن. أقوم هنا بوضعه في الفيديو الخاص بنا. أقوم بالتحديد. أضغط على هذا الخيار ثم أضغط هنا. لاحظوا جيدا، هنا بالنسبة للمرحلة الأولى تظهر لك فئات العملة النقدية بشكل غير واضح، لكن عند استخراج المشروع ستظهر بشكل ممتاز. أقوم بتشغيل الفيديو. كما تحدثنا تظهر فئات العملة النقدية بشكل ممتاز في هذا الفيديو الذي قمنا باستخراجه. نذهب إلى النقطة الثانية في هذا العدد. في حالة ما لم تجد الخلفية الخاصة بك خضراء أو كنت قليل الخبرة في هذا المجال، سنقوم بتعلم كيفية تغيير لون الخلفية. نفترض أن وجدنا لون الخلفية سوداء. كما تلاحظون تظهر الخلفية سوداء بهذا الشكل. طريقة تحويلها إلى خلفية خضراء أو تحويلها إلى اللون الذي تريده سهل جدا. نضغط هنا على Composition. نذهب إلى الخيار الثاني. في حالة ما لم يظهر لك هنا الخيار الثاني، قد تجد أن الزر الخاص بك في مكان غير صحيح. نفترض أنك قمت بتحديد هذه الصورة. لو ذهبت هنا إلى Composition يظهر لك هنا الخيار الثاني غير مفعل، لكن لو قمنا بالضغط هنا ثم نذهب إلى Composition، نذهب إلى الخيار الثاني نجده هنا متاح. نضغط عليه. نقوم بتحديد وقت المشروع ونقوم بتحديد الخلفية. أضغط على أوكي. أضغط على أوكي هنا تظهر لي هنا الخلفية خضراء. فالكثير يتساءل هل توجد برامج أخرى تستطيع إنشاء الكروما عليها؟ بطبيعة الحال معظم البرامج تستطيع إضافة الكروما أو إنشاؤها من الصفر، لكن بطبيعة الحال أفضل برنامج هو برنامج لافتر إفكت. أما بالنسبة للبرامج الأخرى تقوم بإنشاء كروما لكن تكون الكروما الخاصة بك لتأثير واحد فقط. سنقوم هنا بجعل التأثير على هذه السيارة، أجعلها تتموج. أقوم بإضافة خلفية خضراء. ثم أقوم بوضع السيارة هنا. أقوم بتمرير المؤشر كما تلاحظون لجعل مدة المشروع طويل نوعا ما. أقوم هنا بتصغير السيارة. نذهب إلى التأثيرات الخاصة بنا. سأقوم بإضافة هذا التأثير كما تلاحظون. التأثير وهو عبارة عن تموج.
أقوم بوضعه هنا على السيارة، أضغط هنا على بدء التشغيل. لاحظوا جيدا، هنا كما تلاحظون سنقوم بتحكم في مدة المشروع. أضغط هنا على استخراج، انتهت عملية استخراج المشروع. نفترض أنني سأقوم بإضافة هذه الكروم على أحد الفيديوهات الخاصة بنا، أقوم باستيراد مشروع لفيديو، سأقوم بتحديد هذا الفيديو. لاحظوا جيدا، أقوم بالذهاب إلى سطح المكتب، أقوم برفع المشروع الذي أنشأناه. لاحظوا جيدا، هذه هي السيارة. بعد الضغط عليها والضغط هنا، أذهب إلى اللون، أجعله لون أخضر حتى يقوم بحذفه نهائيا. ثم هنا أقوم بتشغيل الفيديو الخاص بنا. لاحظوا جيدا، السيارة تتموج. كما تحدثنا في الفيديو، الصورة في المرة الأولى تكون صورة غير واضحة، لكن بعد استخراج المشروع ستظهر لك الصورة بجودة ممتازة. كما تلاحظون سأقوم باستخراج المشروع الخاص بنا. تم الانتهاء من استخراج المشروع، أذهب هنا إلى سطح المكتب، سأقوم بتشغيل المشروع الخاص بي. لاحظوا جيدا، كما تحدثنا عند استخراج المشروع تظهر الصورة بجودة ممتازة. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، والذي تحدثنا فيه عن طريقة كيفية إنشاء الكروما. في حالة ما أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة ما كنت غير مشترك ندعوك للاشتراك في القناة. شكرا لكم.